ونفتح يلا بسم الله الفتحة الأخيرة والخمسة إن شاء الله يا إخواتي تطلع لنا الرقصة، يعني إحنا مش عايزين السموك. يلا يا إخواتي بسم الله إن شاء الله يطلع لنا الرقصة، وزي ما انت شايفين يا إخواتي يطلع لنا رقصة مسك مجانا. السلام عليكم، ازيكم إخواتي عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة حباب قلبي زي ما انتوا عارفين نزلت معانا بدلة الفرعونة الجديدة في بابجي موبايل. البدلة طبعا يا اخواتي لسه نازلة معانا النهاردة، ففي فيديو النهاردة حباب قلبي هنفتح مع بعض على البدلة، وكمان يا اخواتي هقول لكم على طريقة سهلة جدا نقدر نحصل من خلالها على الرقصة المسك مجانا وبطريقة سهلة جدا. فخلونا على طول كده يا اخواتي نروح على الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو يا صاحبي عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، متنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة تقديرا للمجهود. وخلونا على طول يا اخواتي نبدأ في الفيديو. اول حاجة كده صاحبي انت هتروح على الاحداث في اعلى الشاشة، وهنخش كده يا اخواتي مع بعض على العجلة الجديدة او على بدلة الفرعون الجديدة. طبعا يا اخواتي لو جينا كده نشوف ليفل الماكس بتاع البدلة، فطبعا يا اخواتي الشكل النهائي او ليفل 6 او يعني 6 نجوم. المهم يا اخواتي ليفل الماكس بتاع البدلة فهو حاجة جامدة جدا. وبرضه زميلي عايز رأيك دلوقتي في التعليقات تقولي من رأيك انت الشخصي بدلة الفرعون القديمة افضل ولا بدلة الفرعونة الجديدة؟ متنساش كده صاحبي تكتبلي في التعليقات رأيك ايه، انهي بدلة اجمد؟ انا طبعا يا اخواتي من رأيي البدلتين جامدين، ولكن القديمة يعني انا بحب القديمة اكتر. بس خلونا كده بقى يا اخواتي نخش مع بعض على البدلة ونشوف. طبعا يا شباب هنفتح طبعا خمس فتحات مجانية ونشوف يا اخواتي يطلع لنا ايه، والرقصة المجانية طبعا المسك ان شاء الله تطلع لنا ولا لا. خلونا على طول كده يا اخواتي نروح بدون اي تأخير ونشوف طبعا اللي هيطلع لنا. عندك هنا طبعا الصاحب هم دول الرقصتين اللي عندنا زي ما انت شايفين اخواتي، دي طبعا رقصة مسك والرقصة جامدة جدا زي ما انت شايفين كده، رقصة مع الرفيق الجديد. وكمان اخواتي عندنا رقصة تانية، الرقصة اللي انت شايفينها قدامكم دي، وبرضه يا شباب رقصة جامدة جدا. فخلونا على طول بقى اخواتي نفتح ونشوف طبعا اللي هيطلع لنا، هيطلع لنا انهي رقصة ولا هيطلع لنا سكن السموك. خلونا نفتح يلا اخواتي بدون اي تأخير. عندك هنا طبعا يا صاحبي انت هتفتح عن طريق عملات السيرفر، عشان طبعا لو انت حابب تفتح مجانا تمام. هتلاقي عندك كده صاحبي سحب واحد مره ب 300 عملة سيرفر هنا زي ما انت شايف. طبعا انت لو عايز تعمل تخطي او عايز تعمل سكيب للفتحه بتضغط هنا علامه صح، مش عايز فانت بتلغيها وبتفتح عادي جدا. افتح طبعا يا صاحبي بدون اي سكيب افضل. هنضغط كده شباب ونفتح اول فتحه مجانيه مع بعض، واقول لك كمان دلوقتي يا صاحبي ازاي تحصل على عملات سيرفر كتيره جدا لو انت مش معاك عملات سيرفر. هنخش كده يا اخواتي نشوف ايه اللي هيطلع لنا، وزي ما انتم شايفين هنا طلع لنا العملات اللي قدامكم دي. طلع لنا طبعا يا اخواتي العمله دي اللي هي طبعا هنسترد بيها مكافاه، يعني العملات دي طبعا يا شباب بنسترد بيها مكافآت زي ما انت شايفين. طبعا يا اخواتي بامكانك طبعا يا صاحبي ان انت تسترد الفرعون القديم، بامكانك ان انت تسترد الفرعونه الجديده، عندك طبعا كذا بدله مسك وهكذا طبعا يا اخواتي. خلونا على طول كده بقى شباب نفتح مع بعض الفتحه الثانيه ونشوف برده يا اخواتي هيطلع لنا ايه، هيطلع لنا ايه احنا مش عارفين. عندنا هنا طبعا يا اخواتي الرقصه المسك، يا رب يا اخواتي الرقصه تطلع لنا، انا مش عارف ما طلع لناش برده الرقصه. عندك طبعا يا زميلي خمس فتحات ولازم ان شاء الله يطلع لك فيهم حاجه مضمونه، يعني ما تقلقش من اي حاجه لازم يطلع لك حاجه مضمونه. اما طبعا يا صاحبي هيطلع لك الرقصه وده طبعا بنسبه 90%، اما طبعا يا زميلي هيطلع لك سكن السموك وده طبعا بنسبه قليله، ولكن يا صاحبي ان شاء الله بنسبه 90% هيطلع لك الرقصه المسك. خلونا كده يا اخواتي نفتح مع بعض الفتحه الرابعه تقريبا، وان شاء الله يا اخواتي تطلع لنا الرقصه. جابت لنا السموك لربع مره تقريبا، وانا اساسا يا اخواتي مش عايز احصل على السموك. بس كده يا شباب احنا فتحنا اربع فتحات، خلونا كده يا اخواتي نروح على الفتحه الاخيره ونفتح يلا بسم الله الفتحه الاخيره والخمسه. ان شاء الله يا اخواتي تطلع لنا الرقصه، يعني احنا مش عايزين السموك. يلا يا اخواتي بسم الله ان شاء الله يطلع لنا الرقصه، وزي ما انت شايفين يا اخواتي طلع لنا رقصه مسك مجانا زي ما انت شايفين يا حبيب قلبي. طبعا يا زميلي زي ما قلت لك يعني ان شاء الله بنسبه 90% هيطلع لك رقصه من الرقصتين المسك اللي معانا. بسم الله يا اخواتي نحصل على موافق، وزي ما انت شايفين يا اخواتي ما عادش عندنا ولا فتحه مجانيه، وحصلنا حبيب قلبي على الرقصه المسك من داخل البدله مجانا وبعملات السيرفر فقط. هيا يا اخواتي هنيجي هنا نيو، بصوا يا شباب حصلنا على انهي رقصه. زي ما انت شايفين كده يا شباب حصلنا على الرقصه اهي قدامكم. طبعا يا زميلي زي ما شرحت لك كده بالتفصيل انت ان شاء الله تحصل على رقصه، وطبعا يا صاحبي الرقصه مجانيه بعملات السيرفر فقط. زي ما انت شفتوا كده يا اخواتي يعني فتحت معاكم وحصلنا على الرقصه، وزي ما قلت لك يا زميلي ان شاء الله
بنسبة 90% أو كمان 95%، فأنت إن شاء الله تحصل على رأسة مسك مجانا زي ما أنا حصلت. وطبعا يا اخواتي طلعت لي في الفتحة الخامسة، انت طبعا يا صاحبي ممكن تطلع لك في الفتحة الاولى، ممكن كمان يا شباب تطلع لنا في الثانية او الثالثة وبس كده. طبعا يا اخواتي طبعا بقى صاحبي انت لو اساسا مش معاك عملات سيرفر هتعمل ايه؟ يعني انا يا اخواتي كان معايا 1800 عملة، دلوقتي اتبقى معايا 390 فقط. ركز معايا يا صاحبي دلوقتي، طبعا انت عندك الفتحة الواحدة ب 300 سيرفر. انت طبعا يا زميلي بامكانك كده ان انت تيجي في المكان ده، هيكون طبعا معاك عملات الموسم، فتضغط على كلمة استخدام، وبعملات الموسم دي طبعا صديقة تسترد عملات سيرفر براحتك زي ما انت شايف. انا طبعا ما استردتش عملات سيرفر قبل كده، فممكن هو زميلي استرد زي ما انا عايز. زي ما انت شايف كده استرديت 200 عملة سيرفر ب 100 عملة موسم فقط. يعني صاحب عندك هنا عملة الموسم الواحدة هتساوي 2 سيرفر، فبتفضل بقى كده زميلي تسترد عملات سيرفر. وطبعا يا صديقي زي ما انت شايف انا هو عمال استرد، انت كمان زميلي هتسترد عشان تفتح على العجلة الجديدة، وكمان زميلي تفتح على بدلة الفرعونة زي ما انت شايف. تقريبا خلاص اتبقى لي 10 سيرفر بس ويكون معايا 1000 عملة سيرفر. فبس كده يا حبايب قلبي ده فيديو النهاردة، اتمنى بقى يا اخواتي يكون الفيديو عجبكم. ان شاء الله زميلي هيطلع لك رأسة مسك جامدة جدا. طبعا بقى صاحبي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، لان صاحبي مروق عليك، جيب لك طريقة سهلة تحصل بيها على رأسة مسك من البدلة الجديدة. وبس كده يا اخواتي اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.